دلني عليه، فهل ضيعوا عليك أولادنا في المحاضر الجماعية؟ أما رأيت أجسادهم مستعرضة بإطارات السيارات، والقتلة يخدرون الشاي على عيونهم الملتقطة في أجهزتهم القمعية، فمتى تقوم الساعة؟ أي مهرجان للإبداع وللفرح هو يشكل شيء أحسن من مآتم العزاء التي أشبعتنا موتا وبكاء. أي مسألة تتعلق بالفرح بخلق نوافذ إبداعية جديدة لهذا البلد هي مفرحة، ونتمنى أن ينفتح العراق أكثر على كل الفن الموجود في هذا العالم، لأجل أن يعيد إلى نفسه الأحقية الأولى في إقامة المهرجانات وفي الإبداع. أولاً بقول لك سعيد إن وجودي في بلد في ديالى، وجودي في وسط ثقافة مختلفة كمعظم مدن العراق التي تعطي انطباعا لمزيج ضخم من الثقافات، لان العراق بيتميز بانه فيه ثقافات مختلفه وفيه مدن، كل مدن كل مدينه لها طابعها. القصائد التي قيلت اليوم قصائد تمثل مدارس شعريه مختلفه، وده جيد جدا ان نفتح المهرجان لاكثر من شكل ولون شعري، واتمنى انه ينفتح اكثر على الاشكال الشعريه، واتمنى انه يستمر ويكرس لنفسه في دورات قادمه ان شاء الله. نجتمع في ديالى في مدينة البرتقال لنزين قلوبنا بقداحها في هذا المهرجان الكبير. شكرا لديالة، شكرا للاتحاد وأدبائها، شكرا لوزارة الثقافة والاتحاد العام للأدباء والكتاب المقر العام لهذا الجمال وهذا الكم من القلوب النقية. المهرجان حمل اسم الشاعر الكبير الراحل خالد الداحي الذي يمثل قمة من القمم الشعرية في العراق وفي مدينة ديالى، وهو تخليد لهذا الشاعر أن يحمل أن تحمل النسخة الرابعة من المهرجان اسم خالد الداحي. المشاركة بهاي المهرجانات جدا جميلة، ونتمنى أنها تتكرر بديالة أكثر من مرة، لأن يعني حافظ كل جميل لشعراء الباقين.